سنة التضحية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء نفعله في ذلك اليوم هو أن نصلي، ثم بعد ذلك نفعل السنة ألا وهي سنة التضحية، صلاة العيد أولا، ثم بعد ذلك نضحي. وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فلزاما عليك أن تعيه، من صلى صلاتك وكسك نسكنا فقد أصاب النسك، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعل غير ذلك فإنها ليس في النسك من شيء. أيها الأحباب، لزاما عليك أن تخلص في هدية لله تبارك وتعالى، وأن تراعي فيها حق الفقير، وأن تتقرب بهذه الأضحية أحسن ما عندك، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا وقال: أربع لا يجوز في الأضاحي، أربع لا يجوز في الأضاحي. ما هذه الأربع يا رسول الله؟ المريضة الليل مرضها، لا تأتي بشاة مريضة أو بقرة مريضة أو هزيلة وتجعلها مضحية، هذا أمر مرفوض ونهى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المريضة الليل مرضها، والكثيرة التي لا تنقى، والعقباء والقرناء أي مكسورة القرن، هذه الأشياء إلا ما كان اليسير، إلا ما كان اليسير منها إخوة الإيمان والإسلام. فقال بعض أهل العلم: لا بأس إذا كان هذا العيب يسيرا، أما إذا كان العيب كثيرا فهذا يضر بالأضحية، كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله. وكما قال أهل العلم: لا بد وأن تكون الأضحية سليمة من العيوب، سليمة من كل عيب، إخوة الإيمان والإسلام، لأنك تتقرب بها إلى الله، والشيء الذي تتقرب به إلى مولاه لا بد وأن